تبدأ الأم مرحلة المخاض، ألم لا يحتمل، لكنه منطقي، خصوصا أنها ستضع بيضة تزن قرابة 300 كيلوغرامات، مع أن هذا النوع من الحفارات ضخم جدا، إلا أنه لا يلد بل يبيض. تبدأ الأم مباشرة بدفن بيضها استعدادا لحضنه لمدة تستغرق تقريبا 3 أشهر. بينما الأم منهمكة في العمل لحماية بيوضها، إلا أن الذكر يغط في نوم عميق. ومن الآن إلى أن تفقس البيوض، ستبقى الأم يقظة وحذرة. ومن الموت تنبثق الحياة، ليخرج صغير الحفارات أخيرا من قفصه الحديدي. تبدأ خطواته الأولى بخيفة وخجل، إلا أنه سيتعلم من أمه سريعا كيف يستخدم ذراعه الوحيدة في الحفر. الأرض بالنسبة له الآن صلبة، لكن في يوم من الأيام سنراه ينافس أبويه.